السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه 13 من بي تريبل ام بي، ولسه في تاني ام مولد. في الحلقه اللي فاتت اتعرفنا على اول نوع من انواع استنباط الحقن، الستاندرد مولد او تو بليت مولد او قالب ثنائي الباليتا. النهارده هنتكلم على تاني نوع من انواع الاستنباط الحقن، هو ستريبر بليت مولد او اجكتور بليت مولد او قالب طرد الباليتا. زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان اساسيات القوالب كلها واحد، بعد كده بيتم اضافه ميكانيزم او استبدال ميكانيزم باخر على حسب الاحتياج او على حسب اللي هيخدم شكل المنتج بتاعي. بالنسبه للستريبر بليت مولد او قالب طرد الباليتا، بيفرق عن الستاندرد مولد في حاجه واحده بس، وهي طريقه الطرد. بنستبدل بدل بنوز الطرد في الطريقه التقليديه بنبدلها بباليت الطرد. ليه بضطر ابدل بنوز الطرد بباليت الطرد؟ عشان ده بيكون امن لبعض المنتجات واسرع في عمليه الانتاج. وقبل ما نوضح ليه امن وليه اسرع، خلينا الاول نتعرف على المنتجات اللي بتخلينا نروح للستريبر بليت مولد او قالب طرد الباليتا. منتج مثلا زي الكوبايات او البولة دي مثلا، او اي منتج يكون واخد نفس الشكل الهندسي، يكون له عمق كبير زي كده وشيف رفيع، في الحالة دي بيصعب عملية الطرد بالطريقة التقليدية. ما اقدرش اطرد ببنوز عادية زي الستاندرد مول، لان في الحالة دي ما بيبقاش عندي سطح مستوي غير في القاع، فلو طردت عن طريق بنوز الطرد مباشرة في قاع المنتج هتكون نتيجة ان هو هيتخرم ومش هيطلع من المنتج، او هتلاقي نفسك بتروح لان انت تخلي القاع ده تخانته عالية جدا عشان يقدر يتحمل وزن المنتج كله وتطرد منه، وهو ده اللي هيأثر على شكل المنتج من ناحية الجودة، وهيأثر على سرعة الانتاج لانك هتضطر تطول زمن الانتاج قوي عشان المنتج يجمد زيادة وتقدر تطرد من القاعدة، وده طبعا مش في صالح التكلفة. فاللي بيحصل ان انا باخد نفس بنوز الطرد دي ولكن بوصلها ببالت الطرد عشان ازود مساحة الطرد اللي اقدر بيها اطرد من شفة المنتج، وفي الحالة دي عملية الطرد ما بتأثرش على المنتج خالص ولا بتعلم في الشكل، وبتقدر تطرد في زمن قليل جدا وما تحتاجش انك تزود زمن التبريد على ما المنتج يبرد ويجمد. لو خدنا الحتة بتاعت الطرد دي وكبرناها شوية هيبان معانا بنز الدفاع اهو مربوط في باليتة الطرد اللي باللون الاحمر، اللي بدورها بتبقى لمسة الحرف بتاع المنتج اللي باللون الرمادي، اللي بيها بمجرد ما تتحرك باليتة الطرد للاعلى بتخلي المنتج يسيب من ذكره ويبقى حر. خلينا نشوف فيديو يوضح لنا الفكرة دي اكتر. دي اسطمبة بتحقن كوباية وباليتة الطرد اهي باللون الاخضر، بنشوف ازاي الباليتة بتتلامس مع المنتج في الحرف بس. مجرد ما تفتح الاسطمبة اول ما تتحرك باليتة الطرد بيتحرك المنتج بشكل حر ويقع بمنتهى البساطة. كل الحكاية ان انا بدل ما بطرد المنتج بشكل مباشر ببنوز الدفعات بوصل البنوز دي بباليتة الطرد، وباليتة الطرد هي اللي بتطرد المنتج. نشوف عملية الطرد مرة تانية من الجنب. وبكده تكون عملية الطرد للمنتجات اللي من الشكل ده تكون سلسة جدا وما بتعلمش في المنتج بأي شكل. في منتجات بتبقى واخدة نفس شكل الكوباية دي ولكن حجم أصغر كتير، فالحقيقة في بعض الناس بيعملوها بنظام طرد عادي جدا على اعتبار ان المنتج حجمه صغير ومش هيفرق في عملية الطرد، وانها اسهل ان هو يعملها ببنوز طرد بدل ما يعمل باليتة وسيطة في النص. الحقيقة انا كان جالي اسطمبتين للصدفة لنفس المنتج من عاملين مختلفين، كل عميل عاملها بطريقة معينة، واحد عاملها بطريقة باليتة الطرد تريبر بليت، واحد عاملها طريقة الدفعات العادية. اللي انا عايز اقوله ان باختصار شديد ان الانتاج كان ضعف الطرد العادي عن باليتة الطرد في المنتجات اللي واخدة نفس الشكل ده، سواء بقى كوباية او شفشة او قصرية زر او بولة زي اللي شفناها في الاول بمقاساتها باحجامها حتى لو كان الحجم صغير. بمناسبة الحجم الصغير خلينا نشوف اسطمبة غطا شغالة ازاي. دي اسطمبة 12 عين من غطا ازازة، بتشوف ازاي عملية الطرد بتتم بمنتهى البساطة والسرعة. اللي عايز اقوله ان الاسطمبة دي لو بدلت بس عملية الطرد من ستريبر بليت لبنوز طرد عادية جدا فزمن التبريد لازم هيطول معاك، ولما تيجي تطرد ببنوز من النص لازم سرعة الطرد بتاعتك هتبقى بطيئة جدا عشان ما تعلمش في المنتج وما تكسرش المنتج كمان. فطبعا بيبقى فرق كبير جدا بين الامان وسرعة الانتاج في عملية الستريبر بليت للمنتجات اللي من النوع ده عن ان هي تبقى بنوز طرد عادية. وعشان تراجع اساسيات تكوين الاسطمبة هتلاقي لينك الحلقة اللي فاتت في البوست. وبكده نكون خدنا فكرة سريعة عن ستريبر بليت مولد او قالب طرد الباليتا، وإن شاء الله الحلقة اللي جاية مع اسطمبة تانية، والسلام عليكم.